أيها الحفظ الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل في كل مكان، نحييكم من جديد ونرحب بحضراتكم من هنا من ميدان السوان بإمارات رأس الخيمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء هذه الانطلاقات وهذه المنافسات الصباحية على البركة. انطلق قبل لحظات شوطنا الثالث في مجموعة الأشواط الصباحية، وشوطنا الثالث يحمل الإذاع المحليات الأصايل لفئة الجعدان. نتمنى التوفيق للجميع. مسافتنا 6 كيلومترات هي المسافة التي قررت لهذا السن الجميل. نسير مشاهدينا الأعزاء إلى المراكز الأولى، نتابع البداية والصدارة. والمركز الأول هملول يفتتح البداية والمقدمة والنداء بالمركز الأول لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بن علي بن راشد بن خفية الاكتبي. يقدم لنا هملول على المركز الأول وعلى البداية الأولى. المركز الثاني الحاسم لمحمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي، يقدم لنا الحاسم مع المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث ياتينا السريع للشيخ احمد بن راشد بن علي بن حمد المعلى، يقدم لنا السريع في المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، تدخل وانطلاق جميل من شايش لسهيل بن سليم بن حربي العامري قادم في المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس معزز يتقدم، معزز في المركز الخامس لحميد بن عبيد بن هيل الخاطري، يقدم لنا معزز في المركز الخامس. سادس المراكز، ثاير حمدان بن عبيد بن محمد الخاصوني قادم في المركز السادس. وفي المركز السابع الواصل هو الشمالي ناصر بن سعيد بن محمد بن علي الخاطري. هذا هو النداء الأول للمراكز الأولى المتقدمة. نداؤنا وجولتنا بين هذه الأسماء والشعارات الحاضرة على أرضية هذا الميدان في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح الباكر، وأيضا مع طلوعي أيضا شمسي صباح هذا اليوم. يوم جديد، آمال جديدة محققة بإذن الله تعالى. عودة إلى المسار، عودة إلى البداية، إلى المقدمة والمركز الأول، إلى البداية. لا زال هملول في المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يضمر عتيج بن علي بن راشد بن خفية أحد المضمرين أيضا القدامى اللي لهم خبرة كبيرة وباع طويل في التضمير والتدريب. يا سلام يا أبو علي. هنا يقدم لنا هملول على المركز الأول. المركز الثاني الحاسم لمحمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي، يقدم لنا الحاسم على المركز الثاني. منتصف المسافة 3 كيلومترات قطعناها من هذا الشوط، يبقى لدينا 3 كيلومترات. المركز الثالث السريع ياتي بهذه السرعة، بهذه الانطلاقة الجميلة للشيخ احمد بن راشد بن علي بن حمد المعلى، يقدم لنا السريع هنا في المركز ارثاف. المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع شايش هنا في المركز الرابع سهيل بن سليم بن حرب العامري، يقدم لنا شايش على المركز الرابع. ناخذ اللي في المركز الخامس. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، خامس المراكز، خامس المنطلقين، هذا هو ايضا معزز سلطان احمد بن عبيد بن هيل الخاطري، يقدم لنا معزز في المركز الخامس في هذا الاداء الجميل. وبقيه الاسماء بعيد عنا، بعيد عنا، سنتابعها. هناك شعار الخاصوني، ثاير حمدان بن عبيد بن محمد بن عبيد الخاصوني يتقدم مع ثاير، وهناك اسماء ايضا حاضره في هذا الشوط وفي هذا التحدي. ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى التنافس، إلى التنافس الشيق، إلى التنافس القوي. الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى المقدمة، إلى البداية والصدارة. الحاسم في المركز الأول، الحاسم على المقدمة. محمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي، يقدم لنا الحاسم.
في المركز الأول، ولكن التغيير عاد من جديد هملول عاد إلى مكانه، عاد إلى موقعه، عاد إلى البداية والصدارة. هذا هو هملول لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بن علي بن راشد بن خفية الاكتبي. يقدم لنا هملول على المركز الأول. المركز الثاني الحاسم لمحمد بن راشد بن خميس السويدي يتقدم. المركز الثاني الغويص يتأتينا في ثاني المراكز. المركز الثالث هذا السريع للشيخ راشد للشيخ أحمد بن راشد بن علي بن حمد المعلى هنا في المركز الثالث يتقدم بهذا الأداء وهذا الأداء المميز. المركز الرابع شايش سهيل بن سليم بن حرب العامري قادما في المركز الرابع. رباعية على الصدارة، ولكن العودة إلى مثلث الذهب، إلى المثلث الخطير، إلى الثلاث المراكز الأولى المتقدمة. الله الله الله، هملول بالمركز الأول لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم. عتيج بن علي بن راشد بن خفية يقدم لنا هذه الانطلاقة المميزة. يقدم لنا هملول الكيلو الخطير الحاسم في المركز الثاني لمحمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي. ثالثا يأتينا السريع للشيخ أحمد بن راشد بن علي بن حمد المعلى قادم هنا في المركز الثالث بهذا الأداء الممتاز في ثالث المراكز، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى المركز الأول. إلى هملول لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم. عتيج بن علي بن راشد بن خفية بو علي، ولكن الغويص قادم. الحاسم الأمتار الأخيرة محمد بن راشد بن خميس السويدي. أهالي الرفاعة قادمين الأمتار الأخيرة ما بين هملول والحاسم. لا زال هملول بالمركز الأول لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم. يضمر عتيج بن علي بن خفية الاكتبي مع الأمتار الأخيرة. الحاسم يحاول لمحمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي، ولكن سلام يا هملول، سلام إلى إمارة دبي، سلام. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، تهانينا لأبو علي عتيج بن علي بن راشد بن خفية الاكتبي، وسلام يا الهباب، سلام. المركز الثاني الحاسم لمحمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي. المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء أتانا السريع للشيخ أحمد بن راشد بن علي بن حمد المعلى أتى في المركز الثالث بأداء مميز وأداء رائع وانطلاقة جميلة، بينما من حل في المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء نتابع رابع المراكز، من حل في رابع المراكز وكان أيضا له دور فعال في المنافسة وتحدي الجميل. هذا هو مشاهدينا الكرام شايش لسهيل بن سليم بن حرب العامري. بقية الأسماء نتركها عند أعضاء خط النهاية. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بفوز هملول بالمركز الأول، وتهانينا لعتيج بن علي بن راشد بن خفية الاكتبي. تهانينا للجميع والناموس. سنا خطيب ما سنا